السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بفيديو جديد وياكم أخوكم علي عبد الله. اليوم جايب لكم طريقة الشحن من الصين والإمارات وتركيا إلى العراق. شركة زد أم سي إكسبرس، شركة شحن المواد من الدول الغنية إلى العراق وبأسعار مناسبة جدا وبوقت يعني مناسب وسريع جدا. زد أم سي شركة طبعا موجود فروع عندها ببغداد والسليمانية وأربيل، وأعتقد البصرة همات. أكثر الناس يسألوني شلون أشحن، شلون أدفع، شلون ما أدري شنو على علي بابا وعلي إكسبرس. فبسطنا عليكم الأمور حاليا عن طريق زد أم سي، تنطيهم الرابط المنتج أو تدزلهم الشغلة اللي تريدها أو العنوان المحل الموجود في الصين، كل هاي التفاصيل تتفاهم وياهم. سعر الشحن طبعا مو ثابت، بس هو الكيلو الواحد 7.5 دولار، وتقريبا اسعاره مناسبه جدا، والشحن يكون عن طريق طيران يعني مو بحري. التوصيل هم يقولون من 5 إلى 7 أيام، ولكن انا تجربتي اقصى حد ماكسيموم 10 أيام يوصلك المنتج تستلمه. طبعا شروط الشراء، لازم تدفع فلوس المنتج مقدما، يعني تروح لفرع الشركه تدفع سعر الحاجه فقط، الشحن ما تدفعها، من توصلك تدفع فلوس الشحن. هاي تفيد الناس اللي يشتغلون بالجملة أو تجار الجملة، لأنه الكميات كل ما أكبر، تعرفون هذا قانون الشحن، كميات أكبر السعر يقل. هم هذا طبعا السعر ويا الجمارك ويا كل شيء صافي، يأخذون من عندك 7.5 دولار، كل شيء عليهم، تخليص الجمركي والتفاصيل كلها عليهم. بس أكو مواد ممنوعة، مثلا المواد السائلة إلا موافقات، فهذه المواد لازم موافقات من الدولة. المهم اي منتج عندكم تبعثون لهم اياه على صفحه الفيسبوك او تتصلون بهم على ارقام الواتساب او الارقام اللي عندهم، راح اخلي رابط موقعهم اسفل الفيديو ورابط صفحتهم على الفيسبوك اسفل الفيديو. هاي صفحتهم زد ام سي اكسبرس، هاي ارقامهم بالامارات، هذا الايميل مالتهم، ننزل جوا على البوستات راح تلقى الاسعار والارقام الموجوده لخدمات الشحن الجوي والبري والبحري. شحن جوي من الصين إلى العراق 7 أيام، من الصين إلى الإمارات 4 إلى 5 أيام، من الصين إلى ألمانيا. هم عندهم هواي، ولكن إحنا أنا ركزت على فقرة الصين لأنه أكو هواي ناس محتاجة شغلات وتي تسترزق وتستفاد وتجيب من علي بابا، لأن أسعار علي بابا مثل ما تعرفون أسعار مناسبة جدا. علي بابا موقع، راح أخلي أيضا رابط علي بابا أسفل الفيديو، علي بابا موقع معروف جدا للبيع المنتجات الجملة، تجار صينيين دي يبيعون. فانت ليش تروح فلوسك بمخاطر وكريدت كارد وماستر؟ والناس لحد الان ثقافه الدفع عندنا شويه متوقفه، يعني ثقافه الدفع شويه بعدها، الناس تخاف من ثقافه الدفع الالكتروني، فهذول تعطيهم الفلوس وهم يجيبوا لك المنتج. فروحهم في دبي، اسطنبول، الصين، المانيا، بربيل، بغداد، بسليمانيه، بالبصره، بالناصريه، وبالموصل اعتقد ايضا عندهم. المهم هذه التفاصيل راح اخلي صفحتهم اسفل الفيديو. شركة ثقة، يعني صراحة تعاملهم حلو، أسلوبهم راقي، يعني تعاملهم لحد الآن مرة واحدة صراحة، بس أكو أصدقاء وناس تعاملوا وياهم جديين بالشغل، سريعين شغلهم مرتب. وبنهاية الفيديو ما يسعني أنا أشكركم وأشكر كل من يتابع قناتي، كان ياكم أخوكم علي عبد الله، ومع ألف ألف سلام.